الآن بالنسبة للفيو اللي هي انضافت عندك بشكل تلقائي، لو تلاحظ ضمن الفيو بشكل تلقائي الآن انضاف عندك الشيرد وانضاف عندك التي بي بوكس. تي بي بوكس اللي هو الخاص في الكنترولر، راح ينضاف عندك الكرييت لأجل الميثود الخاصة في الكرييت في الإنشاء، الدوليت والديتيلز والإديت، إضافة للإندكس، الإندكس الرئيسية. طبعا الإندكس الرئيسية اللي هي تستقبل لك الليست اللي راح تنعرض، الليست الخاصة فيها، وإضافة لذلك يعني تكون فيها الأزرار الخاصة في الحذف والتعديل إلى هذه الأمور. طيب خلينا الآن نعرضها حتى تتبين عندك بشكل عام. فكليك كمان على الاندكس وقل له فيو براوزر. لاحظ الآن في كل عملية سكافولدينج راح تنشئ لك هذه الفيو الخمسة، تمام، اللي هي الليست والكرييت والدليت والإديت، وإضافة للإندكس. فالآن على لوكال هوست أز تي بي بوكس إندكس، لاحظ هذه الإندكس الآن جلب لنا البيانات على شكل جدول، وأضاف لي ضمن الجدول. طبعا هذا الجدول تصميم، أنت تقدر تغير عليه ما في أي مشكلة. فهنا لو تلاحظ هذا راح يوديك إلى الإديت، إديت على أساس هذا، يعني على أساس هذا الرا، على أساس هذا الأي دي، ويمكن انه تعمل عليه ديتيلز، ويمكن انه تعمل عليه ديليت. وبالتالي فانت لاحظ الان ذن الميثود او ذن العمليات الثلاثه، الايديت والديتيلز ديتيلز والديليت، ذن الثلاثه يحتاج ان بنعده جيت اند بوست. يعني الان في هذه الحاله يعني لما تضغط ايديت، فالان هذا هو جيت، تمام، هذا هو جيت، فالان اخذ لك المعلومات كلهن واسندهن. الان انت تريد تغير مثلا السعر الى 40، فالان لاحظ السيف، لما تعمل سيف فالآن أصبح هذا بوست، هذا معناه get on post. فهنا نستطيع إضافة create new. لاحظ إحنا في عملية create new كنا إحنا فقط ننشئ يعني بوست، صح، هنا راح يقول لك هنا يعني يضيف لك، يفتح لك النافذة الخاص فيها على أساس تكون بوست. فخلينا مثلا نضيف تعلم مثلا ماتلاب الأذر مثلا السعر مثلا 10، كاتيجوري برمجة بشكل عام يعني، ونقول له هنا كرييت، فالآن راح ينضاف بشكل تلقائي. الآن تريد ديتيلز، اوكي، راح يظهر لك هذه. طبعا هذه النوافذ تستطيع انت تعديلها من خلال التصميم، ما فيها اي مشكلة، تعمل عليه ديليت، فالآن راح يظهر لك هذه النافذة، تقول لك اوكي هذه في حالة الجيت، جاب لك المعلومات، يقول لك هذه المعلومات تريد تحذفها، نعم اوكي ديليت، ما كنت تستطيع انه تعمل باك تو الليست، تمام. فالان هذه الامور كلها لو تلاحظها داخل الكرييت، يعني لو تروح على الكرييت، فالان لو تلاحظ هنا عندك ضمن هذه الكود كله، فهو ايش راح يستقبل لك؟ يستقبل لك او ياخذ، طبعا هو هنا من شئهن الليبل وكذا، هذه الامور هو من شئهن من خلال ال HTML helper اللي تعرفنا عليه سابقا. ال HTML helper اللي هو يمكنك من انشاء ال elements ال HTML، اوكي، انشاء element HTML من خلال مجموعه من، يعني تسند لمجموعه من الارجيومات. فهذه هي تستقبل لك الداتا اللي هي موجودة داخل الموديل يا هو تي بي بوكس. فالآن لو ترجع على تي بي وتتبع بهذا الكود اللي موجود، راح تجد هذه، يعني هذه الخصائص كلها اللي موجودة. طبعا هنا في الأسفل هذه السكريبتات الخاصة في الجي كويري لهذه الأمور، أوكي، وطبعا هذه كلها هي ضمن الإندكس. يعني لو تذهب على الإندكس هنا، تذهب على الشيرد، راح تجد عندك اللاي اوت هذه اللاي اوت راح تجد فيها الريندر بودي، تمام، وهنا عندك النافار، وهنا عندك الفوتر.